الجزائية وماذا عن بقية الأسرى؟ يعانون حاجة خطيرة، ومنهم من لا يزال يخوض في الإضراب 44 يوما بعد 100 من الأسرى داخل سجون الاحتلال في إضراب متواصل لاعتقالهم الإداري. عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد حسن عبد ربه. أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك أخت وفاء والحرية والكرامة لأسرانا، أهلا بكم. أهلا بك. يعني هل حقيقة أن الأسير قادري فحوصاته تبينت أنها خالية ونقية من مرض السرطان؟ وماذا عن بقية الأسرى الذين يعانون وضعا صحيا خطيرا؟ نعم، يعني وفق المعلومات المتوافرة لدي وبعد اطلاع المحامين على الملف الطبي للأسير يعقوب القادري وفي ظل الفحوصات والتحاليل التي أجريت له، أشارت إلى أنه غير مصاب بأي أورام سرطانية، وإن كان يعاني من وجود التهابات ويحتاج إلى أيضا فحوصات طبية بعد نحو شهر أيضا استكمالية، ولكن المؤكد حسب المعلومات الطبية أنه غير مصاب بالسرطان، ولكن بطبيعة الحال هو كان قد تعرض لإصابات جروح خلال فترة اعتقاله، وحاليا يجري متابعة ملفه الطبي. نتمنى له الشفاء والسلامة حتى وإن كان لا يعاني من السرطان ويعاني من وجود بعض الالتهابات، وهذا مؤشر أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه كثيرا بالحالة الصحية لأسرانا من خلال تجاهل إجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم بشكل منتظم وبشكل يلبي الاحتياجات والاسس الطبيه المعمول بها في العالم كالفحوصات الدقيقه لتشخيص الحاله التي يمر بها الاسير بغض النظر مهما كانت طبيعه الامراض او الحاله المرضيه التي يمر بها الاسير. نحن لا نريد ان تتفاقم الحاله المرضيه للاسير وبعد ذلك يتم المماطله بعد استفحال المرض وتوصله جسد الاسير، ثم تبدا عمليه الفحوصات، وبالتالي نصل الى مرحله ان الملف الطبي اصبح ملفا مغلقا لا يمكن شفاء المريض من الحاله التي وصل اليها نتيجه هذه السياسه والتي نشهدها اليوم مع عشرات الحالات المرضيه الصعبه التي تعاني من اورام سرطانيه وتعاني من شلل، تعاني من فشل كلوي، تعاني من مشاكل في القلب والرئتين وغيرها من الامراض الصعبه والمؤلمه كالديسك وغيرها ايضا من الحالات العصبية والنفسية الأخرى كما يعيشها الأسير أحمد مناصر وغيره من الأسرى. نعم، ماذا عن الأسرى الذين لا يزالوا يخوضون إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وكيف يبدو الوضع الصحي بالنسبة لهم؟ نعم، يعني لدينا الأسير خليل عبود الذي استأنف إضرابه عن الطعام في الثاني من شهر تموز الماضي وحتى اليوم رفضا للاعتقال الإداري بعد أن كان خاض معركة مفتوحة دامت 111 يوما وفق آخر وأحدث التقارير من المحامين حول زيارته مؤخرا في عيادة الرملة، فهو يتحرك عبر كرسي متحرك، يعاني من أوجاع وآلام في كل أنحاء جسمه، لا يقوى على الكلام، هناك تأذي في حواس السمع والبصر لديه، أصبح حالة من الهزال الكبير جدا، يعاني من حالات التقيؤ والدوخة والتشنجات في أطرافه، هو عرضة لانتكاسات طبية وصحية مفاجئة قد تلحق الأذى المباشر في جهازه العصبي أو أن يفقد حياته في أي لحظة إذا ما استمرت إدارة السجون وسلطات الاحتلال في التنكر لحقوقه في إنهاء مأساته في الاعتقال الإداري، خاصة وأن محكمة الاحتلال حتى اليوم لم تبت في الطلب الذي تقدم به المحامون في إنهاء معاناته في الاعتقال الإداري، وهو الاستئناف الذي قدم للطعن في أمر تجديد وتثبيت اعتقاله الإداري مرة أخرى. نعم، إجمالا نتمنى كل السلامة والحرية لأسرانا في سجون الاحتلال، ونشكرك دائما وأبدا على هذه التفاصيل من خلال المداخلة الهاتفية. شكرا جزيلا لك السيد حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين. شكرا لك، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي والمزيد.